يقع مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث كان يسكن معظم اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم وأحفادهم. إلا أن الحرب اجتاحت المخيم منذ عام 2012، ثم استعادت الحكومة السورية السيطرة على كامل المنطقة في مايو من العام الجاري. وقد عادت مجموعة من طلبة الفنون الجميلة إلى مخيم اليرموك لإقامة معرض فني عند مدخل المخيم. اليوم وصلت كل هذه الركاب والدمار، كل الصور اللي كانت عم تطلع من المخيم كانت عم تنقل ذاكرتنا، كانت عم تنقل تفاصيل حياتنا اليومية. حبينا نرسم كيف بدنا اياها، كيف نتمناها، شو هذا الواقع، نرسم للأمل، للحياة وسط هذا الدمار. أما أمجد جودة أحد الطلاب الذين نشأوا في المخيم، فقد قال إنه يريد أن ينقل رسالة إلى العالم بأن الإنسانية تبقى رغم الدمار. لوحتي وقت رجعت على مخيم اليرموك وشفته بهي الطريقة، هاي بهالركام هاد، حاولت استوحي من هذا الركام شيء لا توثقه الكاميرا الفوتوغرافية، شيء لنوثقه بلوحتنا هاي، لنقول للأجيال القادمة إنه هيك صار بمخيم اليرموك، هيك صار بالحرب، حتى يتعلموا وحتى يقدروا يشوفوا الحالة اللي صارت، اللي مثل ما خبرتك إنه ما بتوثقها الكاميرا. يسجل بعض هؤلاء الفنانين الناشئين في رسومهم أحداث المخيم الماضية، بينما يرسم البعض الآخر مستقبل المخيم الملون. هو طفل حرب رايحة عينه، فعم بيرجينا الأمل بأنه أنا لا، عيني موجودة وحاملة، وعم بيورجينا إياها اللي هي صورة. فأنا منظر هالدمار مثله كتير أطفال راحوا بهذا الحرب، لهيك قررت أرسمه لهذا الولد، هو ولد حقيقي. تعتقد هناء أن الحياة ستعود إلى المخيم من جديد بعد عودة سكانه، وتأمل ألا يكون ذلك بعيداً.